معاكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم يا احلى الغاليين. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض روتين تحفيزي. لو اول مره تشوف القناه اتمنى تدعموني بلايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجه هنقول بسم الله ونشوف الروتين بتاعنا هنعمل ايه. طبعا اول حاجه المواعين يا جماعه، مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه، المواعين دي بجد انا تعبت منها. نفسي تاخد اجازه او حد ياخدها، حد يستلفها مني عشان انا خلاص تعبت، هي تريحني وانا ارتاح منها. انا عندي هنا المواعين بتاعه الفطار، دايما بحب اول ما ادخل المطبخ لازم اخلص المواعين. المواعين خلصت يبقى المطبخ كده بقى خلاص امره سهل، الحاجات اللي هي التانية اللي بعد كده. طبعا المواعين دي زي ما قلت لكم دي بتاعه الفطار، وانا بعمل الاول الكوبايات وبعد كده الاطباق واخر حاجه الحلل والطاسات. وطبعا انا عندي كمان عايزه اقول لكم المطبقيه فوق الحوض، فانا بخلص وباخد الاطباق وبصفيها هي والكوبايات وخلاص ببقى خلصت منها. لكن لو في طاسات او في حلل انا عندي صفايه تانية لو انتم ملاحظين حطاها على الحوض بصفي فيها المواعين بتاعتي، وبعد ما بتتصفى خالص بشيلها في الظرفه. طبعا كلنا يا جماعه لما بنيجي نعمل اكل ونطبخ بيطلع مواعين، انا ما بخرجش من المطبخ غير لما اكون مشطبوها، فعشان كده على طول المواعين بتاعتي بتبقى قليله. طبعا ده بيوفر عليا كتير، غير لما اخلي بقى المواعين مره واحده وتيجي تقفي تعمليها بتبقى صعبه اصلا عليكي، بتقفي كتير. فدايما كده المواعين اللي تطلع اول باول نشطبها. هنا انا اخر حاجه كانت الطاسه، فكنت بدور على سلك عشان انا عايزه ادعك الظهر بتاع الطاسه، فكده خلاص انا لقيت السلكه وخدت شوية بريل وبدعكها وخلاص. على كده المواعين بتاعتي قربت خلاص تخلص، ده اخر طبق يا جماعة اهو، كده خلصت المواعين بتاعتي. ودلوقتي يا جماعة هننظف مع بعض الشفاط بتاعنا لان فعلا محتاج ان هو يتنظف. شايفين؟ بصوا بصوا الشفاط عامل ازاي. طبعا ما ينفعش ان احنا نسيبه كده، هننظفه مع بعض. وانا عملت فيديو على القناة موجود ازاي ننظف الشفاط اقل التكاليف، المكونات بتاعتنا موجودة في البيت، ما بنشتريش اي حاجة من برة. لو حابين ان انتوا تتفرجوا على الفيديو ان شاء الله هيفيدكم كتير. بصوا اهو بصوا المنظر، طبعا يعني حاجة فظيعة. هننظف الشفاط بتاعنا باقل التكليف. شايفين المية بتغلي ازاي؟ بصوا بقى المية السخنة دي بجد رهيبة في اذابة الدهون، ودهون اي حاجة حط عليها مية سخنة بالشكل ده. وبعدين بجيب السلكة وبغسله، وان شاء الله هسيب لكم الطريقة بتاعته في صندوق الوصف. قولي لايك يا جماعة عشان الشفاط ده بصوا بقى ينور اهو. هغسل الجزء التاني اللي هو باقي بتاع الشفاط بنفس الطريقة بمية سخنة زي ما انتم شايفين كده. المية السخنة بتسهل عليا كل حاجة، وبالسلكة والبريل هغسله وهيبقى زي الفل. الطريقة دي ناجحة مليون في المية، والمكونات بتاعتها موجودة عندك في البيت. شايفين بقى زي الفل اهو. ودلوقتي انا بعقم الحوض بتاعي، خدت حبة كده من الكلور مع البريل ومعايا السلكة بصوا، وبنضف الحوض بتاعي وبيبقى زي الفل. الحوض بيرجع يبرق كده ويبقى نضيف. وغسلت الخلاط وغسلت حوالين الحوض والجزء بتاع السيراميك اللي احنا تعودنا نغسله. كل ما نيجي نغسل المواعين وننظف الحوض انا بعمل كده. ودلوقتي قلت بالمرة بقى نظافة شاملة للمطبخ، فانا دلوقتي بغسل الالموتال كمان. انا يا جماعة شلت الرف اللي احنا بنصف عليه جوه المطبقية نفسه، بيبقى محطوط كده من تحت بيتصف عليه كل حاجة، يعني المية بتنزل فيه. فانا دلوقتي هغسله، شايفين بقى بشوية كلور وسلكة وبقى زي الفل، يعني نظافة شاملة كده. وانا واقفة في المطبخ قلت بالمرة اعمل معاكم الموتيل، ودلوقتي بركبه اهو. هكمل تنظيف، بعمل الجزء اللي هو في الجنب، ودلوقتي بعمل تحت الحوض. انا عايزة اقول لكم ان هو متقفل تقفيلة حلوة، انا ما عنديش عجل بس هو متقفل كده تقفيلة ما يدخليش اي حاجة. فانا دلوقتي خلاص غسلته، ودلوقتي لازم انشفه بفوطة. والدولاب بتاعي بس انا مش عارفه هو باين كده، هو المفروض لونه احمر في اسود، مش عارفه الاضاءه يعني جايبه له لون تاني مختلف مدي على بينك شويه، بس هو احمر يا جماعه، هي ممكن الاضاءه. وبرده بروح انضف الجزء التاني اللي هو الرخامه التانية. دي ليفه يا جماعه من السلكه لان ده ازاز. هكمل بقيه الالموتال بتاعي، هكمل تنظيفه. الطريقه بتاعته سهله جدا خالص، ميه سخنه وشويه بريل وليفه. ليفه يا جماعه نعمل بيها الالموتال عشان ما نجرحوش، السلكه هتجرحه.
والشفاط بتاعي يا جماعة انا كنت مصفياه، لان طبعا ما ينفعش اركبه في الكهرباء وهو فيه اي مية وكده. بعد ما انا ركبته بصوا بقى نضيفه زي الفل، نضفناه ببلاش باقل التكاليف. ودلوقتي بلمع المفرش بتاعي بالرخامة زي ما انتوا شايفين كده، بشيل الحاجة اللي عليها والمفرش بلمعه من تحت عشان ما يبقاش فيه مية ولا اي حاجة. واخر حاجة هعملها الباب بتاع المطبخ، هديله تلميعة كده حلوة عشان لو في تراب او اي حاجة، وكده يبقى المطبخ بتاعي زي الفل. هنا كانت جانا واقفة ورا الباب، فطبعا انا فتحت الباب اتصدمت وقعدت اضحك. خلاص كده يا جماعة اخر حاجة بعد ما عملت تنظيف المطبخ كله، بكنس المطبخ زي ما انتوا شايفين كده. واخر حاجة هلمع السيراميك بتاعي بتاع المطبخ، وكده يبقى خلصت كل حاجة. ايه الطبق ده؟ انا لسه عاملة، احنا ثواني عشان بس فاتحين الكاميرا. بصوا انتوا بقيتوا عيلتنا دلوقتي، ينفع يعني انا طالع عيني من الصبح وبعمل روتين في المطبخ وتيجي طبق ده اغسليه؟ يلا يعني انا هوقف مش هعمل. طبعا انا حكمت عليها تغسل الطبق لان انا طالع عيني من الصبح وعمال اغسل في المواعين وهي قاعده بتذاكر. قايمه كانت كنت حاطه لها فاكهه في قلب الطبق وبعدين بترميه في الحوض، ما ينفعش طبعا لازم تغسله. او بصوا بتغسله ايه ده؟ مفتريه البنت دي، انتي مفتريه. يلا يحطولي ديس يا جنى. طب اعمل ايه بنتي يا جماعه؟ مش هقدر اعمل لها حاجه، هكمل. وبكده روتيني في المطبخ خلص. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى كمان يا حبايب قلبي تعلولي الفيديو ده بالمشاهدات وتعملولي اللايك، لان اللايك بيرفع نسبة المشاهدة وبيعلي كمان الفيديو. ولو لسه جديدة واول مرة بتشوفيني اتمنى تدعميني بلايك وشير وتشتركي في القناة علشان يوصلك كل جديد. متنسونيش يا جماعة في اللايك لان اللايك مهم جدا جدا. ان شاء الله هنستقبل الشتاء بكل حيوية وكل نشاط، وداعا للكسل. مع شوشو، باي باي.